مظاهرات وتلقت تدريبات في امريكا واسرائيل ونقحت عليها الوطنيه قوي، ليه ما بتطلعش بوشها وليه ما بتواجهش؟ هي خايفه من ايه لما هي وطنيه؟ اتضح ان هذه الانسه اللي ظهرت صحفيه كانت تعمل في احدى الجرائد التي يراس مجلس ادارتها ورئيس تحريرها كاتب صحفي حكومي كبير سابق، وانا مستعد برضو ادلي، والمسائل دي كلها معروفه موجوده، وان زملائها يشهدون لها بدوام فبركه التحقيقات الصحفيه وتم محاسبتها على فبركه التحقيقات. هذا البرنامج وهذه القناه لا اعرف هل هي تواطأت ام وقعت ضحيه خداع هذه الانسه. الاخ اللي بيقول لك، المراسل بتاعكم اللي بيقول لك شاهدت وجوه من جنسيات افغانيه، مع احترامي الكامل لي، انا عايز اقول لك شهاده، انا ليله جمعه الغضب، لان حظ العسر اني اسكن يعني في قلب الاحداث، اضطريت لان انا ابات او اهرب من القصف بمعنى اصح في بنسيون، المنطقه المحيطه بميدان التحرير يا مدام منى مليئه بالبنسيونات واللوكندات الرخيصه اللي هو ثمن الليله بيبقى 60 جنيه، يعني انا دفعت في ليله الاقامه دي 60 جنيه في الليله، فموجود في هذه البنسيونات السياح الذين ياتون حاملين حقائب على ظهورهم ويبحثون عن الاوتيلات الرخيصه. انا في الليله دي كان معايا بيت في الاوتيل عراقيين ومغاربه وباكستانيين وهنود وفرنسويين والمان. لما اجي تاني يوم الاقي منشور في احدى المواقع وفي احدى الصحف بتقول انه شوهد بعض السياح يحملون حقائب وترجح ان تكون اجهزه اتصالات. يا اخوانا عيب، لا تستخفوا بعقول الناس ولا تشوهوا هؤلاء الشباب. الخلاصه ان عايز اقول لحضرتك حاجه، انه سقطت دعوات الحوار امبارح بعد خطاب السيد الرئيس. كان هناك انقسام بين هؤلاء الشباب، وكان فيهم شباب بيقولوا احنا خلاص خدنا مكاسبنا نرجع، النهارده بيتنادوا للعوده لان هم تحولت الحكايه الى خيانه لزملائهم وبقت طار. من لمصلحه من يحدث ذلك؟ انا عايز اقول لك، انا كنت يوم الاثنين قبل ثلاثاء المسيرات المليونيه قاعد بتناقش في ميدان التحرير مع الشباب وبقول لهم يا اخوانا لازم نفكر في سيناريوهات بديله، ولازم نبتعد عن الدعوات الشخصيه، ولازم ما نورطش الحكايه في شتائم وسباب وكذا. وبدات بعض انا وصديقي الاعلامي احمد العسيلي، وممكن حضرتك تساليه وتاخدي شهادته، عندما اعلن التعديل الوزاري في الثانيه والنصف صمتنا بسبب الهتافات التي كأن شخصا صعد فوق مجمع التحرير وبصق على الموجودين بانه احنا بنغير لكم حكومه فيها نفس يعني اغلب الرموز القديمه. انا رايي ان اللي بيحصل ليس بريئا من فكره وجود صراع على السلطه ستتضح ايامه وتفاصيله في الايام القادمه، وهناك لا. رغبه لتوريط الدكتور احمد شفيق. اذا بلال فضل